يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس شديد الحرارة جاف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 38، الصغرى 26، اسكندرية 33 27، مطروح 32 25، بورسعيد 38 27، الإسماعيلية 40 27 وجوها حار. بالنسبة لي السويس 40-26، العريش 36-26، طابة 36-26، شرم الشيخ 43-31، الغردقة 43-30 وجوها شديد الحرارة. بالنسبة لي الأقصر 45-28، أسوان 46-29، الوادي الجديد 45-25، شلاتين 41-30، حلايب 37-29 وجوها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.